هذا وقد احتفى مطار البحرين الدولي بمواطني الإمارات العربية المتحدة القادمين إلى مملكة البحرين بمناسبة اليوم الوطني 51 للدولة الشقيقة. مبادرة أخوية تحمل بين طياتها مشاعر الأخوة والمحبة بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، جسدتها احتفالات متميزة في مختلف أرجاء البحرين بمناسبة العيد الوطني الإماراتي، وخصوصا في مطار البحرين الدولي، حيث تم استقبال المواطنين بالأحضان وتقديم بعض الهدايا الرمزية التي تعبر عن حجم المحبة والتقدير للشعب الإماراتي الشقيق. كل عام دولة الإمارات العربية المتحدة في رخاء وازدهار بوجود القيادة، وأكيد أهنئ من خلال تلفزيون البحرين قيادة وشعب دولة الإمارات، واشكر أكيد البحرين، يعني البحرين دائماً لها مكانة عزيزة وغالية في قلوبنا. من وصلنا مطار البحرين شفنا الاستقبال وشفنا اليولة والهدايا الحلوة اللي وصلتنا، ما بقول من أهل البحرين، بقول من أهلنا ومن ناسنا أهل البحرين. كل عام ودولة الإمارات بخير، وأهني القيادة والشعب بيومها الوطني 51. ترتبط مملكة البحرين بدولة الإمارات العربية المتحدة بعلاقات وطيدة منذ قديم الزمن، ومستنبطينها من الآباء والأجداد منذ قديم الأزل. وعلاقة الإمارات بالبحرين صراحة وايد علاقة جيدة وجميلة من قديم الزمن إلى اليوم، وحتى ان العلاقات يعني وصلت الى حتى للمصاهره، وهذا شيء جميل ان احنا اليوم نشوف اهل البحرين وهالامارات قلب واحد ومترابطين في مكان واحد. واحنا اليوم انا توني بس نازله من الطياره، ما شاء الله شفت الاستقبال من اهل البحرين، استقبال جميل ورائع جدا. هذا يدل على طيبه البحرين، علاقتهم الطيبه مع هالامارات، ان احنا ما شاء الله يعني ما اخترنا ان نزور البحرين الا لان احنا كلنا شعب واحد واحنا اخوان من قديم الزمن الى اليوم. علاقه اهل البحرين بالامارات علاقه اخوه، وكلهم يعني البحريني اماراتي والاماراتي بحريني، والله الحمد، والله يديم هالمحبه والمعزه بيننا يا رب العالمين. كل عام امارات خير، وأنا أحب الإمارات والبحرين. مظاهر الفرح التي تعانقت بها المنامة وأبو ظبي تعد نموذجاً يحتذى به في ظل ما يربط بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين من علاقات أخوية متينة أرساها الآباء والأجداد وتجذرت عبر السنوات، وتجسيدا لحجم المحبة والتقدير الذي يكنه شعب البحرين لدولة الإمارات العربية المتحدة.